السلام عليكم جميعا طلابنا، اليوم راح نتكلم عن الحفظيات. احنا نسميها الحفظيات يعني الكلمات اللي بالفراغ لازم تنحفظ. اوكي، اذا اليوم موضوع كله حفظ. هذا يجيكم سؤال الثالث، يسموه vocabulary and spelling. vocabulary and spelling، فطلاب هاي vocabulary spelling يعني احنا نسميها مفردات المعاني والاضافات، املاء يعني نضيف كلمات نقص تتكملها. vocabulary and spelling. اليوم عندنا موضوع هذا اللي هي مرادفات، اللي عندكم قطعة مصطفى إذا تذكروها شرحناها بمرادفات. هاي المرادفات لازم تنحفظ، يعني كلمات متشابهة مرادف. أوكي، فهذا التمرين عندكم طلاب موجود بيج 24 صفحة 24 بالأكتيفيتي بوك، بالأكتيفيتي يعني كتاب النشاط، بيج 24 تمرين A صفحة 24 تمرين A. فمثل ما قلنا اليوم هاي الموضوع كل الفراغ لازم ينحفظ املائيا وتضبطوه. اول كلمه عندنا سبرايز. سبرايز تذكرون احنا اليوم هذا التمرين هسه قلنا القطعه مع مصطفى اللي امه بها سكر شلون انقذها. فهناك كلمات ماخوذه بالاسود من خارج الكتاب، يقول لك طلع لي من الكتاب مرادف حسب ما تقريت القطعه يعني مع مصطفى. فكلمة سبرايز متفاجئ، إذا تذكرون من هو تفاجئ أنه ما جت الصبح حتى تقعد من النوم. سبرايز تأخذ كلمة بازل، فكلمة بازل إحنا أخذناها محتار مندهش متفاجئ همينة. سبرايز بازل تحفظوها طلاب، سبرايز بازل، وتحفظون العكس همينة احتمال يعطيك بازل ترجعها سبرايز. هاي دائما كل كلمة مقابل كلمة احتفظوها بالعكس همينة، احتمال يعطيك الجواب رجع لي اياها ايش كانت يعني اصلها. سبرايز بازلد بازلد سبرايز، تكتبها تلفظ وتكتب اذا انت تحفظها. سبرايز بازلد بازلد سبرايز. 2 بوشينج، من راح هو يقعد امه عباله هو نايمه فقام يهزها من كتفها. همو بوشينج شيكينج يهز، يتجمع له يرتجف همينة يعني شخص يرتجف من البرد او كذا ويهز شيء. بوشينج شيكينج، بوشينج شيكينج، بوش يدفع، شيكينج مرادف منها. واذا قال لي شيكينج بوشينج ارجعها تراجعت الوزاري بالعكس، شيكينج طهم ترجعها بوشينج. اوكي، بوشينج شيكينج، شيكينج بوشينج. 3 without success. without success بدون نجاح، يعني ما نجح بالعملية من جابها العلبة مع الكولا راد يديرها بفم يعني بحلق والدته بس ما قدر، هو قام يوقع الكولا على السرير فبدون جدوى يعني ما استفاد منها العملية. without success to no avail. to no avail بدون جدوى بلا فائدة، قلنا ما قدر يقعدها بعلبة الكولا. without success to no avail. to no avail. واذا قال لي to no avail اقول له without success بدون نجاح بدون فائدة يعني. without success to no avail. 4 faint يغمى عليه، يعني قلنا والدته صار عندها اغماء بسبب انخفاض السكر عندها. faint faint lose المرادف مالها lose consciousness. أكثر طلاب يضوجون من هاي الكلمة لأن تعتبروها معقدة بالقراءة، جزؤوها على الحروف العلة على المقاطع. lose consciousness. consciousness الأس والسي والآي والأو تلفظ الشي بس الكتابة تختلف. lose consciousness أوكي، يفقد الوعي. وإذا قال لي lose consciousness رجعها شنو؟ بعد أحسن يقول faint أسهل مو؟ ففaint يغمى عليه، lose consciousness يفقد الوعي، يعني يفقد فقدة الوعي احنا قلنا لطيفة. lose consciousness. 5 dropping يوقع، يسكب الحاجة يعني السوال قامت توقع، قلنا الكولا قام يوقع على السرير فأوقعها. dropping يوقع يسقط. تاخذ سبيلينج، هاي كلمه سبيلينج خاصه بالسوائل، يسكب السائل يعني الحليب الشاي الماء،
فهاي spelling طلاب تشبك كلمة spell املاء التهجي هاي spell بالاي هاي spell هاي spell spelling اوكي dropping spelling اوكي اسكاب السوائل يعني توقع واذا قال spelling اقول له dropping spelling dropping number 6 the police الشرطة fire department قسم الاطفاء الامبولانس الاطفاء هذول يقول لك الشرطة والجماعة الحريق يعني اطفاء والامبولانس هذول شو يسموه كلهم يسموه خدمات الطوارئ يعني يقول طوارئ فيقول emergency services خدمات الطوارئ emergency services هنا ما يعطيك هاي يقول لك عدد ليها شنو يعني يقول لي لازم بوليس والفاير ديبارتمنت لا يعطيك هاي عددها احتمال البوليس الشرطة the police fire department قسم الاطفاء الحريق يعني قسم الحريق والامبولانس الاسعاف هذول كلهم شي يسموهم emergency services خدمات الطوارئ من اتصل بالاسعاف احنا قلنا بالطوارئ المصطفى يسموه emergency services خدمات الطوارئ نكمل نمبر 7 medical helpers معاونون او مساعدون طبيون يعني مساعد طبي بين قوسين هو قال لكم اياها بالاكتيفيتي not doctors ليسوا اطباء او nurses ولا ممرضين او ممرضات مساعد طبي medical helpers not doctors ليسوا اطباء او ممرضين اقول هذول paramedics مسعفون او مسعفين paramedics مسعفين paramedics اوكي يعني هذا مو دكتور ولا هو مسعف يعني اللي يجيب الاسعاف وعندهم سيديا وهاي حتى ينقذون المريض فميديكال هيلبرز مساعد طبي او معاون طبي يسموه نوت دكتورز لا هو دكتور اور نيرسز ولا هو ممرض فيسموه paramedics اخر وحده 8 ووك اب استيقظ هاي من استعاده الوعي ام مصطفى من قعده ورا ما اسعفوها الباراميديكس وحقنه انسولين ووك اب استيقظ طبعا بالماضي ووك اصلها ويك ووك اب regain consciousness استعادة الوعي regain يستعيد يسترجع regain consciousness رجعنا هاي الكلمة هم المشاكل اللي سوينا باللفظ هو طلاب يغلطون بيها consciousness regain consciousness إذا قال لي regain consciousness أقول له walk up استيقظ للعلم هاي تعتبر معاكسة لرقم 4 يعني إذا قال لي faint أقدر أقول له walk up عكسها faint يغمى عليه العكس مالها استيقظ تفيدكم هاي المعاكسات إذا قال لي lose consciousness أقول له regain consciousness استعادة الوعي regain consciousness فالثامنة ويا الرابعة تعتبر معاكس أوكي إذن ثمان مرادفات فهي تخص قطعة مال مصطفى وأم لطيفة مثل ما قلنا هذا موجود بالاكتيفيتي صفحة 24 هسه طلاب نكملوا عليكم بقية التمارين اللي عندكم بالاكتيفيتي حتى كلها شوفوها شنو الحفظ وشنو المهم فراح نكمل عليكم علي بقية التمارين نسويها يلا اوكي طلاب التمرين الثاني اللي هو عندكم بيج 2 صفحة 2 بالاكتيفيتي بوك بيج 2 صفحة 2 تمرين رقم اي معطيكم كلمات داخل الصندوق بوكس هاي الكلمات لازم انزلها بالفراغات حسب كل كلمة تابعة لمن اليا مجموعة يعني شوفون جوا الكلمات جوا الصندوق عندكم مكتوبة سيت المجموعة ومقابلها وورد الكلمات يعني هاي الكلمات لازم تنزل بالفراغ كل واحدة لمن تابعة يعني نعطي مثلا مجموعة تريتمنت علاج شنو يخص العلاج من هاي الكلمات انزلها وياها عندي جوين شنو جوينت مفاصل شنو تابع شنو اللي يخص المفصل تكتبوا خمس فراغات طبعا هنا فيربس افعال شنو اللي يدل على الفعل اوكي مثلا يغمى عليه يبتلع اللقمه الى اخره وعندنا انسايد اند اوت سايد شنو اللي داخل وخارج الجسم ذا بودي انسايد اند اوت سايد ذا بودي شنو اللي يصير داخل الجسم وشنو اللي يصير خارج الجسم هسه انا وياكم راح نقرا الكلمات وكل وحده نخليها بالفراغ المناسب وكل مجموعة بها خمس فراغات طلاب هاي الكلمات اللي عندكم لازم تنحفظ بالفراغ كل وحدة المن تابعة يا مجموعة
ولازم احفظها هي والمجموعه مالتها الاصليه. يعني مثلا اذا تريتمنت علاج شوف شنو التاب العلاج لازم احفظه. اوكي، فالكلمات اللي راح نخليها بالفراغ لازم تنحفظ. هسه راح نقرا الكلمات وننزلها بالفراغ كل وحده من التابعه. يعني كلمه اول وحده انكل، انكل الكاحل اللي بالساق، ف لازم ويا من ويا كلمه جوينت تتخلف. اكتب هنا كلمه انكل مفصل يعتبر. اوكي، انكل مفصل، باندج اللي هو مال جروح، يعني لاصق جروح او مضمد الجروح باندج. بالعلاج تريتمنت لازم تخلل علاج. اوكي، بلاد دم، الدم يصير داخل الجسم، يعني هذا الحق الاخير انسايد ذا بودي اند اوت سايد. فهنا ينكتب ويا الانسايد اللي هو بلاد، نكون جايبين سوى بلاد. اوكي طلاب، بونز عظام، عظام مو مفصل. اوكي، مفصل يعني شيء يربط بين عظمين يتحرك، بس العظام داخل الجسم، فتكتب هنا ويا الانسايد بونز. فالمجموعه الاخيره انسايد اند اوت سايد. اوكي، فالبونز تنزل ويا المجموعه الاخيره. بريذ، بريذ يتنفس، هذا اسم فعل مو اسم. لو ماكو اي كان صارت بريث نفس، بس ما زال اكو اي صارت بريذ يتنفس. اي شيء باللغه العربيه يبدي بحرف ياء يعني فعل فيرب، فتكتب مجموعه الافعال فيربز، فاول شيء يدل على الفعل بريذ يتنفس. كاف يسعل، احنا نقول يقح بالعاميه، تبدا بياء يسعل، يعني همنا فعل ويا الافعال كاف. كريم مرهم، دهن كريم، هذا علاج، فيدخل كريم ويا مجموعة العلاج تريتمنت. احنا مثل ما قلنا اربع مجاميع، تريتمنت علاج، جوينت مفاصل، فيربز افعال، انسايد شنو اللي داخل الجسم اند اوت سايد ذا بودي وخارج الجسم. ووصلنا الالبو، الالبو المرفق مفصل ويا الجوينت، البو ويا مجموعة جوينت. فينت يغمى عليه، فينت يغمى عليه يعني فعل، فينت يغمى عليه، وكل كلمة تبدأ بها يعني فعل فير. هارت القلب داخل الجسم، هارت انسايد ذا بودي، اقول انسايد ذا بودي حتى احفظها. ني الركبه، الركبه اللي بالرجل نسميها بالصابونه، هذا مفصل، فاقول جوينت، ني جوينت مفصل. ميديسن دواء، الميديسن من مجموعة العلاج تريتمنت، شراب الدواء ميديسن. اوكي، بلاستر لاصق ما جروح بلاستر، اذا هذا هم يعتبر علاج تريتمنت، تريتمنت خليها وين العلاج بلاستر. بيلز الاقراص، الحبوب الدواء، الحبوب الدواء والاقراص سموها، فهمين علاج تدخلها ويا مجموعة العلاج بيلز. أقول هاي تريتمنت، تريتمنت حتى أحفظها. إذن البيلز والبلاستر والميديسين والكريم والباندج كلها تريتمنت. أوكي طلاب حفظوها لازم، يعني أقول تريتمنت مثلا أحفظي نفسي أقول تريتمنت، يعني حتى لو عشوائي بيلز ميديسين بلاستر باندج كريم هذا كله أقول تريتمنت. فهسه العلاج خلاص بعد نكمل. شولدر كتف، هذا جوينت مفصل، شولدر. عندنا سكن، سكن طلاب هذا الجلد البشره، هاي صارت خارج الجسم اوت سايد ذا بودي، فانا راح اكتبها نصحنا خمس فراغات، هذا الفراغ الاخير راح الغيه، فاكتبها ويا الاوت سايد طلاب ويا حقل الاوت سايد، فهنا نكتب سكن. زين، يعني اذا بالامتحان قال لك سكن تقول له اوت سايد ذا بودي، بس تقول انسايد داخل الجسم اللي هن خاصات الاعضاء داخل الجسم بلاد، هسه مثل ما قلنا البوز العظام الهارت، بس اذا قال لكم سكن
هاي كتب ويا outside the body ويا خارج الجسم اوكي طلاب فهاي skin ويا outside the body هسه نكمل sneeze يعطس يعطس اوكي يعني فعل فاخليه ويا الفعل sneeze stomach المعدة داخل الجسم stomach هسه خلاص داخل الجسم داخل الجسم أربعة blood them inside the body مثل ما قلنا inside the body داخل انت تقول inside outside فinside واحد outside واحد inside the body داخل الجسم blood them بوز عظام heart قلب stomach المعدة بس السكن جلد البشرة خليته ويا outside عزلته هنا هاي سكن طلاب تكتب ويا الاوتسايد واذا قال سكن اقول اوتسايد او بدي واذا قال اوتسايد او بدي بس كلمه سكن تقول له اوكي سكن جلد او بشره وعندنا سوالو سوالو يبتلع اللقمه يبتلع اذا هي فعل سوالو سوالو يبتلع اللقمه وعندنا اخر شيء ريست الريست الرسخ او المعصم احنا نسميه اللي هو من جماعه مجموعه المفاصل جوينت ريست موضوع كلش حلو يعني في كلمات جديده وحلوه تعلموها طلاب وزعنا كلمات كل وحده حسب المجموعه هاي تحفظوها الكلمة الأصلية المجموعة وشنو اشتقاقاتها أو احتمال يعطيك الاشتقاقات مالتها الكلمات المن تتبع يعني سأل شلون أحفظها أقول تريتمنت علاج أقول مثلا بولز كريم ميديسن إلى آخره من كل كلمة أو احتمال يقول لي ميديسن أو بلاستر المن تعود أقول هاي تريتمنت تعود للعلاج يعني جزطين فراغ يعني فبالامتحان يقول لك مثلا ني ني ركبة جوينت يكتب صفة مفصل بعدين يقول مثلا ميديسن اقول له تريتمنت اوكي يقول مثلا فينت يغمى عليه اقول هذا فيرب فعل احتمال يقول مثلا هارت القلب اقول هذا انسايد ذا بودي داخل الجسم او بالعكس يعطيني مجموعه الاصليه تريد مثلا يقول لي جوينت مفاصل طين فت فراغين انا بكيفي شولدر ني اي مفصل ريس رسخ المعصم يعني تحفظوها بالعكس هاي المجاميع الاربعه مثل ما وزعناها هسه تنحفظ الكلمات بالفراغ وكل وحدة لمن تعود تريتمنت علاج جوينت مفاصل فيربس أفعال inside the body أربعة داخل الجسم هاي مثل ما موجودة outside the body خارج الجسم كلمة واحدة اللي هي السكن الجلد أو البشرة هسه طلاب نكمل وياكم بقية التمارين اللي موجودة بكتاب الاكتيفيتي حتى تشوفون شنو اللي تحفظوا الكلمات قلنا اليوم كله يدل على الحفظيات فتابعونا طلاب بقية التمارين الأخرى اوكي طلاب هسه نكمل بقية التمارين اللي بالاكتيفيتي بوك اللي لازم تحفظون الفراغ مثل ما قلنا هاي التمارين الكلمة لازم تنحفظ هسه عندنا تمرين بي اللي هو write the correct word اكتب الكلمات الصحيحة من يقول write اكتب الكلمات يعني لازم حفظ تعلموها هذا التمرين موجود page 19 صفحة 19 بالactivity book 19-19 تمرين B هذا التمرين طلاب مطيك بأول حرف يقول لك كمل ياها الكلمة تعتمد على أول حرف مثل الجملة الأولى name سمي three joints شنو joint المفصل المفصل سمي ثلاث مفاصل in the arm ركزوا لي وين بالار بالذراع يعني مو بالسار سمي لي مفاصل الذراع joint in the arm ركزوا على هالكلمتين joint شنو joint مفصل في الذراع سمي ثلاث مفاصل في الذراع اذا اعطاكم W هو بالامتحان اذا اعطاكم يعني هو حدد المفصل يريده بالاسم اذا اعطاكم W تكتبوا له rest يعني تكملوها لازم بس انت لازم تحفظوها كامله يعني هي ويا الدبليو ريست الدبليو اذا يجي وراء ار الدبليو يصير سايلنت يكتب بس لا يلفظ ريست ريست اللي هو شنو الرسخ او المعصم هذا اللي هنا موجود الرسخ او المعصم اذا اعطاكم حرف اي قول البو المرفق البو تكتبها كامله طلاب بالورقة والدفتر تكتبها من حرف اي بس هو بالكتاب بعطيك اول حرف فانت تكمل elbow واذا اعطاكم اس تقول له shoulder كتف shoulder
كتف إذن ثلاث مفاصل wrist elbow shoulder okay فتحفظوها wrist elbow shoulder زين إذا قال لي سمي name two joint مثل مفصلين أو ثلاثة in the arm بعطيكم بس فراغ إذا أعطاك بس فراغ ما حدد ال يا حرف أنت بكيفك تكتب تكتب shoulder يعني مو بالتسلسل كيفك بس إذا أعطاك أول حرف ركزوا يعني لازم تكتب الكلمة نفسها اللي هو رايدها two name سمي two joints in the leg سمي مفصلين في الساق هسا وين in the leg يرد بالساق يعني الرجل اللي هو إذا أعطاكم كي تقول له ني الركبة لأن الكي silent إذا يجي وراء حرف N إذا جاء بعده حرف N فالكي silent تقول له ني ركبة وإذا أعطاكم A تقول له ankle ankle اللي هي المرفق أوكي هو الكاحل يسموه ني اللي هي الركبة ني فطلاب الجملة الثانية two name two joint in the leg سمي مفصلين في الساق شوف انتبه هسه عندك leg ساق مو arm ركزوا على السؤال joint مفاصل في الساق leg هم اثنين اذا اعطاكم k حرف k تقول لي ني الركبه الركبه مع الرجل زين احنا نسميها بعض الصابونه وركبه فهاي ال k اذا اجي ورا حرف n ال k تعتبر silent فما تلفظها فقول ني فالكي سايلنت تكتب ولا تلفظ اذا اعطاكم حرف اي تقول انكل انكل اللي هو الكاحل الكاحل ما رجل انكل تلفظ انكل تشبه كلمه انكل عم انكل كاحل اجى باليو هاي بالاي فاثنين اذا اعطاكم كي تقول ني واذا اعطاك اي تقول انكل اوكي اذا ما اعطاني اول حرف وطاني مثلا يقول لك مفصل في الساق اعطاك بس فراغ كيفك تكتبون اي كلمة بس اذا اعطاك اول حرف لا تركزون على اللي هو رادد اذا نمبر اثنين ني انكل ثري نيم سمي تو ثينج شيئان فور كفرينج كات شوف شنو كفر كفر يغطي كفر كات يغطي الجرح سمي اشياء كفر تغطي الجرح شنو بلاستر باندج مو فاذا اعطاكم بي ال اقول له بلاستر إذا أعطاكم أول حرف P أو P P P L بلاستر وإذا أعطاكم B هاي العادية B A باندج بس أنتم كل أحوال أحفظ كل كلمة ما أظل أقول يعطيني كذا ويعطيني كذا أنت إذا لقيت P هي بلاستر يعني وإذا لقيت B العادية باندج بلاستر باندج اثنين كفر كاتو غطي الجرح بلاستر باندج أوكي هسه عندنا هذا التمرين خلاص الفراغ قلنا ينحفظ هسه عندنا تمرين سي هو نفس الصفحة 19 مكتوبة هاي الصفحة صفحة 19 هم دا يقول لك complete the word أكمل الكلمات إذا قال لك right وإذا قال لك complete يعني خلوا بالكم أنه لازم حفظ الفراغ لازم حافظه أنا وجاهز له فهاي طلاب خمس جمل وهذا كفيت أجيب الوزاري فلازم ينحفظ Number one, I feel dizzy. أشعر بالدوران يعني وش واحد دايق. I feel dizzy. I think أعتقد I am going to سوف أقول له faint يغمى علي. فلازم تكتب كلمة faint. هذا التمرين عندكم بالكتاب الاكتيفيتي مطيكم هم الحروف وقول لك كم النقص مال هاي الكلمة يعني مطيكم الاف والانتي بالأخير هذا التمرين كله يقول لك كم الحروف العلة. احنا طلب مريد هيجي الفراغ كله حفظ الكلمة تنحفظ كامل لا يقول يطانا اف ولا كذا يعني اذا حافظها كاملة شلون تجي خطيجي انا حافظ الاملاء مالتها الاملاء الحروف تنكتب فاذا قال لي I feel dizzy اشعر بالدوران I think اعتقد I am going to اقول faint سوف يغمى علي اوكي نمبر 2 I can't swallow لا استطيع ان ابتلع شيء swallow يبتلع الشيء يعني اللقمة I have لدي sore التهاب او احتقان وين throat بالحلق بالحلق يعني هنا انا شلون اقول بالبلعوم I have sore اقول له throat التهاب الحلق يسموه I can't swallow ركزوا على الترجمه لا استطيع ان ابتلع شيء I have
يقول لي I have sore احتقان وين؟ أقول له throat الحلق. And يعطيني a فراغ of 39 degrees 39 درجة من هو؟ يعني درجة حرارة جسمي 39 درجة اللي هي temperature درجة حرارة الجسم temperature درجة الحرارة. إذا كلمتين بهالفراغ إذا قال لي sore أقول له throat. ليش؟ ده يقول I can't swallow لا أستطيع أن أبتلع شيء إلا ده يلتهب الحلق. و39 درجة من هو؟ temperature درجة حرارة الجسم temperature إذا throat temperature. 3 you have to take عليك أن تأخذ 2 of these فراغ بطيك 3 times a day ثلاث مرات في اليوم. أخذ pills أقراص الحبوب الدواء اوكي اقراص الدواء مسكنات يعني. You have to take عليك ان تاخذ 2 من فراغ 3 times a day ثلاث مرات باليوم. اقول pills اقراص الدواء اوكي pills سموها pills ما جمع pills اقراص الدواء يعني قلت ثلاث مرات تاخذ من هاي الاقراص. 4 the فراغ on my leg شنو leg ساقي is very dry جاف إذن جلد أو بشرة الساقي جافة. The skin on my leg بشرة الساقي is very dry جافة. إذن إذا البشرة جلد جاف شو يخلو له؟ يخلو الدهون كريم إحنا نسميها. So I have to put أضع this cream مرهم الدهن on every day كل يوم. The skin بشرة ساقي leg is very dry شو dry جافة إذن هي تعطيني dry جافة و leg the skin of my leg is very dry so I have to put أضع شنو يقول لك كريم كلش واضحة ما بيها شيء معقد. Number 5 we often أذكر هاي أول ما صار منهج جت هاي سنة 13 على 14 هاي جت العبارة we often طبعا هي كلها من جاية we often say غالبا نقول bless you يرحمكم الله يرحمكم الله شو وقت بالنسبة للمسلمين يعني من حتى أحيانا هم المسيح يستخدموها يرحمكم الله إذا تتابعون الأفلام شخص من يعطس we often say bless you غالبا نقول يرحمكم الله when somebody sneezes عندما شخص يعطس sneezes هاي S الشخص الثالث فإذا عندنا somebody مفرد لازم نضيف له sneezes then كل الناس إذا مسلم أو مسيح we often say نقول bless you يرحمكم الله عندما شخص sneezes يعطس but we don't say لكن لا نقول هاي العبارة يعني bless you don't say if somebody coughs يقح يسعل يعني يقح cough gh لفظ f هنا coughs okay لا نقولها اذا الشخص يسعل يعني نقول بالعامية يقح then sneezes أو الفراغ نقول sneezes وقت bless you إذا شخص sneeze يعطس but we don't say this word هذه العبارة أو كلمة if somebody coughs يقح أو يسعل مثل ما شفتوا طلاب هاي الفراغات لازم كلها تنحفظ موجودة عندكم إحنا نسميها الحفظيات راح نشوفها إن شاء الله بالفيديو بالكفر مكتوب الحفظيات واللي هي vocabulary قلنا وسبلينج بقعدكم تمرين راح اشرح لكم بالورقه مال اكتيفيتي اصوره وترجمه حتى تستفادوا من عنده اذا خلينا نشوف التمرين موجود هسه انا وياكم طلاب عندنا هذا التمرين اللي هو الاخير اللي عندكم بصفحه 3 بيج 3 كلمات بالصندوق تنزل بالفراغ الصحيح حسب المعنى هذه يسموه اسقاطات يعني كلمات تجيكم داخل الصندوق مثلا يقول لك حسب الفراغ المناسب المعنى طبعا هو ستشوفوه محلول لان هذا هو الفيديو عدته لان الفيديو اللي قبله كان محلول الفراغ وشرحته بس طلع الصوت ماكو فهسه اعاده الفيديو فكلمات بالفراغ لازم بالصندوق طلاب لازم تعرفون معناها اول كلمه عندنا bleeding ينزف broken مكسور hurt يؤلم فعل هذا pain ألم هذا اسم noun هذا pain ألم هذا hurt يؤلم sick يتقيأ تجي مريض صفة تجي يتقيأ هنا sore ملتهب sore و dizzy يشعر بالدوار يعني يقول دايخ صفة و sneeze يعطس
سنيز يعطس. فلازم كل واحدة حسب الفراغ مناسب لها المعنى. Number one, have you got a cold? واحد يسأل شخص ده يقول هل لديك نزلة برد؟ يعني شلون احنا نقول انت منشول؟ قال له no, I always, انا دائما فخلي سنيز اعطس. When I put in the mop, شنو put, اضع pepper, pepper فلفل حار on my food. فشوف من يقول اضع فلفل في طعامي يعني شو عنده حساسية تحسس في صعد عطاس. فكل جملة خليك كلمات تدل على الجواب خاصة طلابي اللي بعدهم معنا. فإذا يقول له when I put pepper أضع فلفل حار في طعام يعني يقول سنيز يعطس. Number two, he was, هو three times. إذا كان يتقيأ sick three, شلون عرفت يتقيأ؟ ثلاث مرات three times in the night في الليل. أعتقد يقول I think the food, الطعام at the restaurant, الطعام في المطعم restaurant where he ate, حيث أكل تناول, wasn't very fresh, لم يكن طازج. Wasn't very fresh يعني شلون يقول طعام فاسد في المطعم؟ يعني يقول خربان بالعامية قديم. إذا هو بدأ يتقيأ sick. 3. She cut her hand. جرحت يدها. هنا cut يعني يجرح. تجي يقطع ويجرح. She cut her hand. جرحت يدها. While بينما شوف يجي وراء ماضي مستمر. While she was chopping. بينما كانت تقطع. يعني تثرم vegetables. خضروات. كانت تقطع الخضروات. It was very deep cut. كان جرح عميق. Cut. جرح عميق deep. And it was. إذا أكو جرح. إذا كان شنو bleeding. كانت تنزف. Bleeding. كثيرا a lot, so she had to go to hospital. ذهبت إلى المستشفى and have it stitched. وقطبوا الجرح يعني خيطوه نقول. Stitch فعل قياس يضاف لأيدي. 4. My back, ظهري أقول hurt, يؤلمني. All time, طول الوقت. My back, هذا فعل hurt, يؤلم طول الوقت. It's only feel okay, فقط أشعر بالتحسن when I am lying down. عندما أستلقي, lie down, يستلقي يعني مد, احنا نقول مد يرتاح. Number 5. She can't play tennis. لا تستطيع أن تلعب التنس. She has her right arm. ذراعها اليمين broken. إذن ذراعها اليمين مكسورة. كسرت ذراعها اليمين. إذن ذراعها اليمين مكسورة لا تستطيع لعب التنس. فأقول broken. Number 6. I went to swimming. ذهبت للسباحة. Yesterday البارحة. And now الآن my eyes, عيوني. عيوني are فراغ from the chemicals, مواد كيميائية في المسبح في حوض السباحة. أكو مواد كيميائية إذا العيون صار بها سور, صارت ملتهبة. سور عيوني ملتهبة from the chemicals, مواد كيميائية في المسبح. Number 7. Where exactly, أين بالضبط الألم؟ هذا واحد يعني يراجع بالباطنية بالمفاصل يقول وين بالضبط عندك الوجع الألم. Where exact is the pain and how long have you had? قد صار لعندك موجود. How long, كم طول مدة لديك هذا الوجع الألم. Then where exact is the pain, فالذي جوره اسم لازم. هاي the ما يصدخل ان hurt, لا the pain الألم. Number 8. It was very hot day, كان يوما حار. And she hadn't eaten, ولم تأكل أو drank أو تشرب شيء طول اليوم all day. That why she suddenly, فجأة, went pale. Pale, أصبحت شاحبة. يعني شخص لا ماكل ولا شارب شيء, إذن يعني شكله يصير شاحب. وفيلت, شعرت بالدوار بالدوخة during the lesson, خلال حصة دراسية في خلال يعني بالدرس. ففيلت, شعرت dizzy بالدوار يعني بالدوخة. فطلاب هاي الكلمات احنا مثل ما قلنا يسموه اسقاطات, كلمات تنزل بالفراغ الصحيح. إذن هسه صار عندكم كله واضح, شرحنا الحفظيات كلها شفتوها بهذا الفيديو. هاي التمارين اللي قلنا عليها قبل لازم تنحفظ الكلمات, هذا يسموه صور اسقاطات يختلف. فصار الطلاب عندكم يوم الأول كله كامل قواعده وإنشاء وقطع الكتاب والحفظيات. إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق واستفاديتوا من يونت الأول كامل. وتابعونا إن شاء الله بيونت 2 نفس الإجراءات راح نسويها بالتصوير. وتحياتي لكم أينما كنتم.